إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. محامي هند الحناوي يكشف مفاجآت عن حكم حبس أحمد الفيشاوي وعلاقته بابنته. تحدث شعبان سعيد محامي هند الحناوي طريقة الفنان أحمد الفيشاوي عن تفاصيل الحكم الصادر ضد الأخير بحبسه شهر بسبب امتناعه عن دفع نفقة ابنته. قال محامي هند الحناوي في اتصال هاتفي في برنامج أنا حواء أن قضية نفقة ابنة أحمد الفيشاوي موضوع قديم، وحاول النجم الراحل فاروق الفيشاوي أن يحله بشكل ودي من خلال الاتفاق مع والدتها على تحمل مصاريفها، كما أنه سافر بنفسه إلى لندن واختار مدرسة حفيدته التي التحقت بها منذ عامين. وأضاف المحامي أنه تم توريط موكلته هند الحناوي في مصاريف دراسة ابنتها في لندن، مضيفا أن المفارقة الغريبة أن أحمد الفيشاوي بعد سفر ابنته رفع دعوى برؤيتها في مصر وحصل على حكم محكمة بذلك، وكل أسبوع يرسل في طلب رؤيتها في أحد مراكز الشباب في المقدم. فاروق الفيشاوي الله يرحمه بدأ يعمل ده وبدأ يحتضن البنت، والمفروض كانوا هيبدأوا ينفقوا عليها. وأشار المحامي أن هناك نفقة متجمدة على أحمد الفيشاوي تقدر ب 234,600,000 جنيه، والآن بعد صدور الحكم واجب النفاذ ضده عليه إما الدفع أو الحبس. كما أكد محامي هند الحناوي أن التحريات أثبتت أن أحمد الفيشاوي دخله مرتفع نظرا لعمله في أكثر من 5 أفلام في العام الواحد، لهذا فهو مقتدر على الصرف على تعليم ابنته في لندن. صلحوا الأمور بينها وبين أحمد واختاروا لها إحدى المدارس. نشرت ابنة أحمد الفيشاوي على خاصية ستوريز على انستجرام رسالة تتحدث فيها عن والدها بتأثر شديد، لتقول له أنا حزينة، كنت أتمنى أن تكون موجودا من أجلي مثل الأب لابنته. كلمات ابنة أحمد الفيشاوي الحزينة جاءت بعد أن أصدرت محكمة أسرة الخليفة حكما بحبس شهر لامتناعه عن سداد نفقة لابنته لينا، وذلك بعد أن رفعت والدتها هند الحناوي دعوى قضائية ضده من أجل الحصول على متجمد نفقة لابنتهما. أحمد الفيشاوي لم يعلق حتى الآن على حكم حبسه لصالح ابنته، متجاهل الأمر برمته من خلال نشر صورة بصحبة زوجته ندى الكامل خلال عودتهما إلى القاهرة، ليعد محبيه بعودة فنية قوية حتى يحافظ على ميراث والده النجم فاروق الفيشاوي. يذكر أن أحمد الفيشاوي عاش فترة صعبة للغاية عقب وفاة والده فاروق الفيشاوي، ليبكي بحرقة خلال جنازته وعزاؤه.